مسلحين ينقلوا السلاح والذخائر حتى المخطوفين اخطفوهم من القرى الآمنة هاي. نحن الآن في موقع متقدم مشاهدينا من تلة التينة. طبعا هذه القرية في نحن الآن في الجهة الغربية تماما. هذه القرية التي تشاهدون الآن هي قرية الصفيرة، وهذه القرية تشهد تواجد مكثف لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة. على كل بزوم الكاميرا تماما ستشاهدون رتلا لباصات عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة، وأيضا عدد من السيارات المزودة برشاشات متوسطة وثقيلة تم استهدافها بعملية نوعية للجيش العربي السوري المتمركز هنا عند تلك التلة. طبعا تم تدمير الباصات بالكامل بمن فيها من هؤلاء المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير العربات المزودة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة. أصبح معظم ريف حلب الجنوبي آمنا مطمئنا بفضل بواسل قواتنا المسلحة، ودائما وأبدا تحت أقدام جيشنا العربي السوري يسقط ويسحق المحال. شادي حلوة، تلفزيون عربي سوري من قلب الريف الجنوبي حلب.